بسم الله، السلام عليكم طلاب. اليوم ان شاء الله نكمل شرحنا للكارديو فاسكولار سيستم اكزامينيشن. اخذنا باللي راح بالمحاضره اللي راحت الاكزامينيشن اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم جنرال. قلنا بالجنرال اكزامينيشن شنو نلقى اشياء تخص الكارديو فاسكولار سيستم، مثل ايش؟ مثل لقينا بالاي في شغلات تخص الهارت او الكارديو فاسكولار سيستم، مثلا لقينا بالماوث، لقينا بالتشيكس، نزلنا على الهانز، نزلنا على الليكس، نفس الشيء لقينا فقط الشغلات اللي تخص الكارديو فاسكولار سيستم. اليوم ان شاء الله نكمل شرحنا للكارديو فاسكولار سيستم، محاضره حتكون الاخيره باذن الله نشرح بيها البريكورديوم وشنو راح نلقى بيه. قلنا البريكورديوم هي المنطقه مال التشيس اللي تحيط له بالهارت. زين، ليش ما قلنا نفحص الهارت نفسه؟ لان قلنا انه الهارت متغطي بالتشيس، فانا راح افحص التشيس اللي يغطي الهارت، راح ينطيني مدلوع عن الهارت. يعني الاشياء اللي يلقاها بالتشيست بهاي المنطقه هي نفس الاشياء اللي تخص الهارت، يعني هو هاي المنطقه هي تغطي الهارت، فراح اجي افحص هاي المنطقه. شو اسمي هاي المنطقه؟ اسميها بريكورديوم هي المنطقه مال التشيست اللي تغطي الهارت، واللي انا راح اجي اسوي عليها اكزامينيشن. احنا عندنا الاكزامينيشن بعدنا بالرول اوف 3 تكون من انسبكشن، بالبيشن اند اسكلتيشن. زين، البركشن وين راح؟ البركشن ما يستخدمونه حاليا بالكارديو فاسكولار سيستم اكزامينيشن. ليش؟ لان ظهر عندنا الاكس راي والادوات المتطوره الاخرى بالفحوصات، فلغوا البركشن. زين، البركشن قبل كانوا يستخدمونه على مود ايش؟ على مود البريكارديال فيوجن. شلون يعني؟ احنا اذا تلاحظون الهارت صاير بهاي المنطقه، هذا الهارت، وحواليه من هو؟ طبعا الهارت صار بالانتيريور تشيست، وحواليه دول اللانكس. تمام، فش عندي؟ عندي الهارت صار هنا بهاي المنطقة. يقول لك البركشن قبل يستخدمونه على مود يشوفون العبوات مليانة لو لا. شلون يعني؟ مثلا عندهم هاي قوطيت بيبسي، هاي شبيها، يخلون بيها هذا البيبسي لحد هاي المنطقة. تمام، شو يسوي؟ يسوي يطرق على هاي المنطقة ويطرق على هاي المنطقة. تمام، طرق على هاي المنطقة طلع على صوت عالي. ليش؟ لان هنا اكو هواء، ماكو مي. هنا من تطرق على هاي المنطقة ايش يطلع لك؟ يطلع لك صوت واطي، دال نسميه. اذا دال هو صوت واطي ينتج عن طرق على الماء، يعني منطقة بها سوائل من تطرق عليها ينطيك صوت دال. زين، اذا منطقة بها هواء ايش يطلع لك الصوت؟ يطلع لك ريزونانت. فكانوا يستخدموها على مود يشوفون العلبة او التانك ايش قد بيه مي، مثلا التانك ايش قد بيه ما شي يسوي، تانك بيه لحال المنطقة لحد هاي المنطقة، يطرق هنا ويطرق هنا، هنا راح يطلع له ماكو مي، بس هواء، فيطلع له صوت عالي نسميه ريزونانت. هنا اكو مي، اكو هواء، اكو مي بالضبط، ما انا اكو مي واطرق عليه ايش يطلع؟ يطلع له صوت دال. تمام، هاي نطبقها على العبوات. زين، شلون نطبقها على السيستمز مالت البادي؟ مثلا عندك اللانج شنو بيها؟ اللانج بيها هواء. هذا الهارت شنو بيه؟ دم. يعني شنو هو؟ بلا يعني ووتر. تمام، فما دام عندك ووتر هنا عندك ووتر، شو راح ينطيك؟ راح ينطيك هاي المنطقه من سوبر كشن، ينطيك دال. اذا دالنس اوف ذا هارت راح ينطيك اياه من سوبر كشن. زين، من تيجي تنزل ايش راح تلقى؟ تلقى هنا شنو هو؟ ريزونانت. ليش؟ لان هواء باللانج، اللانج بيه هواء، فهنا راح ينطيك ريزونانت. تمام، انا اللي عندي يا طلاب، مثلا كان اكو في الديزيز اسمه بيركارديال فيوجن، هو موجود هذا الديزيز بيركارديال فيوجن، يكون بالبيركارديوم هنا سوائل متجمعه، صار سوائل بهاي المنطقه. تمام، هيك هاي السوائل، هاي السوائل راح شو تسوي؟ تضغط على اللنج فتاخذ من حجمه، فشو يسوي؟ يزيد مكان الدالنس، يعني تضغط هنا تسوي بيركشن هنا يزيد مكان الدالنس، يزيد مكان الدالنس، يزيد مكانه، فتعرف انه هذا شنو هو؟ بيركارديال فيوجن، معناها انه زياده بالبيركارديال. العفو، اكو سوائل هنا بالبريكارديوم. زين، شو يسوون؟ جابوا خط، هاي باليوم الاول جابوا خط، قالوا هنا لحد هنا موجود عندنا دالنس، والباقي هاي كلها ريزونانت. وراح يسوى جو ورا اسبوع لقى الدالنس زايد. شلون؟ قاسي، فمعناها شنو؟ معناها السوائل زادت. فكانوا يتبعون الفيوجن عن طريق هاي الطريقه، يشوفون زياده ولا نقصان عن طريق انه يسووا بيركشن على الهارت. فاذا زاد الدنس معناها السوائل زادت، اذا ما زاد الدنس معناها ممكن انه يقل، ما دام قل معناها شنو؟ السوائل قلت، يعني البريكارديال فيوجن قل. فكانوا يستخدمون هاي الطريقه، هسه ما يستخدموها بسبب البريكار، بسبب الطرق الحديثه اللي وصلت الاكس راي وغيرها، قاموا يستخدمون هاي الطريقه.
هسه فهمنا شنو بريكارديوم، فهمنا الاشياء اللي ندور بيها. انسبكشن باي اي، ابغى اعلى بدون ما المسه. بالبيشن اتحسسه. اسكلتيشن اسمع. تمام. بيركشن ماكو. زين هسه شنو عندي؟ عندي انا لازم القى البيشنت بالكارديو فاسكولار اكزامينشن في وضعيه معينه. زين الوضعيه المعينه قالوا شلون يكون؟ على مود يكون هو مرتاح، ما اخليه يضل قاعد هيك، يكون مو مرتاح اذا اخليه يضل قاعد هيك، ولا اخليه يضل نايم. زين ليش ما اخليه يضل نايم؟ هسه احنا من ننجضع نرتاح، ليش هو ما نخليه يضل نايم؟ لان هو من يضل نايم بهذه الجهه، احنا عندنا مثلا هارت فيلر بيشنت، عنده شنو؟ هارت فيلر. تمام. بالهارت فيلر الفينا سيستم راح يرجع منا، يروح وين الدم؟ يروح بهاي الجهه، جهه الهارت. زين ماكو جاذبيه، جاذبيه صفر، فماكو جاذبيه، فلان كلها بنفس المستوى، فهاي الجاذبيه تكون كلها بنفس المستوى، ماكو فرق بالجاذبيه، راح يروح الدم كله وين؟ للهارت، للرايت فنتركل. الرايت فنتركل يدفع لللانج. زين اللانج وين راح تدفع؟ تدفع للليد فنتركل. الليد فنتركل بيفشل هارت فيلر، ايش راح يقوم؟ يقوم يرجع لللانج. زين ما راح يرجع لللانج، راح اللانج شي يصير بيها؟ يصير بيها دم هوايه تحتقن، ما دام تحتقن اللانج بدل ما بيها مكان للهواء يصير كلها مكان للدم، اللانج يصير كلها مكان للدم. زين ما دام صار كلها مكان للدم، اكو مكان للهواء؟ ماكو. اذا يجيك ديسنيا، اذا ديسنيا شلون تكون؟ تكون من يكون، من يكون مجضوع، من يكون مستوى واحد، من يكون الزاويه صفر، ماكو زاويه، تكون الزاويه صفر، يكون البيشنت ديسنك. ليش؟ لان عندك الدم يكون كله راجع من من الفوت ومن اللور ليمس، كله يكون راجع وين؟ للهارت، فيسوي لك مشكله ديسنيا. زين من قاعده بهذا الجهه بهذا المستوى، اكو دم راح يكون جوا صاير هنا بهاي المنطقه، ما راح يرجع، فبالتالي ما راح يرجع لي الحمل على الليفت فنتريكل، بالتالي ما راح يزود لي الحمل حيل على الليفت فنتريكل، فبالتالي ما راح يزود لي الدم اللي باللانك، ومن يقل الدم باللانك راح يكون عنده مثلا هذا، هاي نص، هاي كلها نص صاير بها هواء، هذا هواء، بالتالي راح يقدر يتنفس عادي. هاي بالنسبه للبيشنت شلون يكون؟ يكون سيمي سيتنج بوزيشن ان 45 ديجريز. زين وراها انسبكشن. انسبكشن شو تكون؟ هم رول اوف 3 بعدنا. اول شيء تشيس شيب سكارز اند فيزيبل بلسيشن انكلودنج ابيكس ديت سام تايمز وي نيد لايت. هسه راح اشرحهم بالتفاصيل. بالبدايه انت وين تقف؟ تقف عند رجلين البيشنت هاي المنطقه، هاي المنطقه تقف، تقف بهاي المنطقة عند رجلين البيشنت، وراها تجي على يمين البيشنت ورا بعد ما باوعت له، يعني بالبداية end of the bed هنا انت جاي باوع له، على ود ما يفوتك شي من الاكزامينشن، تباوع لكل جهات التشيست، لكل جهات التشيست تباوع له، وراها تجي تقف منها تسوي له اكسبوجر، تقف من هاي الجهة وتباوع لكل شي. طبعا لازم تسوي له اكسبوجر، عاود تشوف اذا عنده سكار، اذا عنده اي مشكلة، فلازم يعني تنزع هذا التيشيرت اللي لابسه وتسوي لك اكسبوجر تشوف شنو المشكله عنده. فاول اول شيء at the end of the bed، وراها تقف على يمين البيشنت، مو على يسار، على يمين البيشنت. هسه ايش عندنا؟ عندنا قلنا chest shape scars and visible pulsation. راح نجيب chest shape. chest shape تقول له يا اما متساوي نفس الشكل يا اما مختلف. شلون يعني symmetrical or not؟ symmetry يعني يكون شكل التشيست من هاي الجهة وهاي الجهة نفس الشكل، يعني مو والله جهة عالية وجهة واطية، أو جهة بها خسفة وجهة لا، لازم يكون اثنينهم نفس الجهة، اثنينهم نفس نفس المستوى، هاي نسميها سيمتري. زين شو بقى لنا ورا السيمتري؟ بقى لنا تشيست ديفورميتيز. التشيست ديفورميتيز يعني يا اما تشيست طالع لي قدام نسميه باكتاس كاريناتم اللي تكون صدر الحمامه بيجن تشيست، يا اما باكتاس اكسكاباتم اللي التشيست يكون داخل لي جوا، يكون التشيست بيها داخل لي جوا. وراها شنو عندي؟ وراها عندي بعد التشيست شيب عندي السكارز. سكارز عندي ثلاث انواع من السكار القاهم بالكارديو فاسكولار اكزامينشن. انتبهوا، جاي ندور على اشياء تخص الكارديو فاسكولار اكزامينشن، مو تخص الريسبيرتري، فقط كارديو فاسكولار اكزامينشن، مو تروح تذكر له مثلا لقيت سكار هنا تروح تذكر له هي، لقيت سكار مثلا بالباك مال الرايت لانك تذكر هي، لا، سكارات فقط اللي تخص الكارديو فاسكولار اكزامينشن هم ثلاثه. يا اما جوا الكلافيكال اسميه انفرا كلافيكولار سكار، يا اما صاير فوق الاسترنم اسميه ميد استرنتم سكار، يا اما صاير جوا البريست اسميه انفرا ماماري
يعني فرا ما مرسكار يعني لو هنا لو هنا لو هنا تمام. فعندك هذا يكون طويل، ما دام طويل معناها على طول على طول الهارت. فيقول لك for open heart surgery open heart usually involves the use of cardiopulmonary bypassing machine. مثلا هاي من تسوي العملية مال open heart surgery شو تخلي؟ تخلي الهارت في الجهاز على مود يسوي نبض، على مود ينبض ويطلع دم. زين انفرامامرس كار، هان انفرامامرس كار هنا بهاي المنطقة، هذا for many invasive repair مثل ايش؟ مثل الباب ريبير، مثل الباب ريبير انفرامامري. زين هذا الباب ريبير ما ترى الباب مثلا ايش عندك وراه؟ عندك انفراكلافيكولر، انفراكلافيكولر مثل ايش؟ هنا بهاي المنطقة تخلي بي بيس ميكر، تخلي بي بيس ميكر تمام. خلصنا من عندهم، او مثلا تخلي انترا كاردياك ديفيبريليتر. هذول السكارات طبعا هنا بهاي المنطقة، بهاي المنطقة وبهاي المنطقة. هنا ما تذكره، ما تحتاجه انت بالكارديو باسكولار اكزامينيشن. هسه شنو عندي؟ عندي مقال الابيكس بيت بالنسبه للانسبكشن. بس بالبدايه راح نشرح شلون تتكون الابيكس بيت. اول شيء نعرف انه البادي يرجع دم بي سي او 2 للفيرا فينا كافا والسوبر فينا كافا، يروح الدم للرايت اتريوم، ينتظر فد شويه لحد ما الرايت فنتريكل يصير بريلاكسيشن، ينفتح البوابه تراكاسبيد فالف، الرايت فنتريكل يمتلي بالدم، يسوي كونتراكشن يعني سيستول، يدفع الدم خلال البولمينري ارتري، بولمينري ارتري يودي لللانج، اللانج تنطينا اوكسجين يرجع لنا الدم للليفت اتريوم. الليفت اتريوم هم ينتظر شويه لحد ما الليفت فنتريكل يصير بريلاكسيشن يعني دايستول. من يصير بيدي ريلاكسيشن دايستول ينفتح المايترال فالف، يبدين الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل يمتلي بالدم راح يسوي كونتراكشن، ما يسوي كونتراكشن راح يدفع الدم للبادي. احنا يهمنا الليفت فنتركل تكون عضلته اقوى. ليش عضلته اقوى وتكون اثخن؟ لانه يدفع الدم لكل الجسم، فتكون عضلته اكبر. ما دام عضلته اكبر اذا هو راح يكون للابكس بيت، يعني الضربه مات الابكس هاي مات الليفت فنتركل انا راح اجي احسها. من يصير كونتراكشن راح اجي احس الليفت فنتركل كونتراكشن عن طريق البيت هاي اللي موجوده، شو اسميها؟ ابكس بيت. ما الرايت فنتركل للليفت فنتركل، ما الليفت فنتركل ليش؟ لان عضلاته اكثر. اذا هسه الابيكس بيت هي الكونتراكشن مال التيب اوف ذا ليفت فنتركل، تيب اوف ذا ليفت فنتركل سبب كونتراكشن تنطيني الابيكس بيت تمام. خلصنا من عندها. هسه نجي على هذا الصوره نفس الحاله، عندنا الدم يرجع عن طريق الرايت اتريوم، برايت اتريوم راح ينزل الدم للرايت فنتركل يدفع لللانج، بعدين الدم يرجع للليفت اتريوم، الليفت اتريوم راح يدفعه للليفت فنتركل، والليفت فنتركل راح يدفعه للبادي تمام. فالكونتراكشن مالت الليفت فنتركل يعطيني التيب كونتراكشن، هاي التيب كونتراكشن هي الابيكس بيت، تمثل لي الابيكس بيت. هسه خلصنا من عندها، فهمنا شنو الابيكس بيت تمام. فش عندي يعني؟ عندي يقول لك outer most and lateral most visible or palpable feeling، يعني يا اما تشوف اكو فد نبضة هنا بهاي المنطقة، يا اما شو تشوف، يا اما تحسها بايدك، يعني يا اما تحسها بايدك تخلي ايدك وتحسها palpable، يا اما visible انه ممكن تلاحظها خصوصا اذا كان البيشنت thin يعني حين نحيف راح تحس هاي palpable pulsation او visible pulsation feeling. طبعا وين نلقاها؟ النورمال سايت، كل مكان بالهارت لازم نعرف، او كل شيء بالجسم لازم نعرف السايت ماله النورمال. فالنورمال سايت هي وين تكون؟ تكون بالميدي كلافيكولار لاين، هذا كلافيكول هذا العظم، تكون بالميدي كلافيكولار لاين هذا هنا بهاي المنطقة، بالفيفث انتركوستال سبيس، بالفيفث انتركوستال سبيس من هاي المنطقة، بالميدي كلافيكولار لاين بالفيفث انتركوستال سبيس. طبعا يقول لك انسبكشن عند بالبيشن if we could not see it، مرات نسوي مرات نباوع على الرايت خاف نلقاها هنا بهاي الجهة، وين نلقاها؟ بيا بيشنت بالديكسترو كاردياك بيشنت. لو الديكسترو كاردياك بيشنت الهارت مالهم يكون بهاي الجهة، الهارت مالهم يكون بهاي الجهة بجهة اليمنى، يسموها ديكسترو كارديا، فرح نلقى الهارت او شو اسمه الابيكسيت نلقاها هنا بهاي المنطقة. ف تو ذا رايت، تو ذا رايت. مرات شنسوي؟ مرات ما نحس بيها، شو نسوي احنا اذا ما لقيناها بالبالسيشن ولا بالانسبكشن؟ اخلي البيشنت ينقلب لهاي الجهه،
ينقلب لهاي الجهه. اقول له يابا بس افتر لي شويه. من راح يفتر لي شويه راح يكون الهارت او تشيست. اي بالضبط الهارت يكون قريب على التشيست. فالابكس هاي راح تقرب على التشيست بالتالي راح تقرب على ايدي فممكن انه احسها. انا من تبتعد عن ايدي فد فتره معينه او فد مسافه معينه ما راح اقدر احسها. بس بينما اذا خليته يفتر على هاي الجهه على جهه الليفت اقول له بس افتر على جهه الليفت وانا الزم ايده منه راح ابدا احسها اني. هاي هم لازم تسوون هاي المانوفر. هاي المانوفر لازم تسووها على ما تفحصون الابكس بيت. اخليه يفتر على هاي الجهه وابدا احس بالابكس بيت مالته. هسه وراها شنو عندي؟ وراها عندي انه ممكن تلقى اكثر من بالسيشن. مثل ايش؟ تلقى بالسيشن هنا، تلقى بالسيشن هنا. هاي ممكن بسبب الجاستريك المعده يصير بيها بالسيشن اذا كانت الفوهه مالتها من الخارج من اللي تدخل جوه للانتستين مسدوده. فالمعده تقوم تسوي كونتراكشن تنطيك مثل البالسيشن او هي باتك بالسيشن. اذا لقيت مثلا دبل بالس تلقى دبل بالس هنا مثل بالس هنا تلقى بالس هنا بالستين موجودات. هاي يقول لك دبل ابيكس بيت مره تلقاها وين؟ ان ايورتيك انيوريزم او ايورتيك ريجيتيشن. زين ورا ما كملنا الابيكس بيت كملنا الانسبكشن راح نجي على البالبيشن. احنا وين وقفنا بالانسبكشن؟ وقفنا بالابيكس بيت. راح نبلش بالبالبيشن من الابيكس بيت. عندنا بالبالبيشن عندنا نبحث عن الابيكس بيت، نبحث عن الترول ونبحث عن الهيف. تمام. فعندي اقسم ايدي ثلاث مناطق. انا اخلي ايدي كلها على التشيست. هاي ايدي كلها اخليها على التشيست. اقسمها ثلاث مناطق. الفينجرز من الاعلى اخليهم للابكس بيت افحصها اتحسسها. هاي الميدل او ذا بالم فور ترول هاي. وعندك الوريست هذا شفحص فيه الهيفز اور ليفت. شنو معناه؟ اول شيء راح نبلش بالابكس. راح نشرحهم كلهم ان شاء الله فلا يضل بالكم ابدا. اول شيء راح نبلش بالابكس. الابكس اول شيء انا ابدي من هذا ستيرنال نوتش انزل ايدي شوي شوي جوه راح تنحرني طسه او تلقى طسه. هاي موجوده هاي الطسه اللي القاها انا بهاي المنطقه يكون جوها مباشره او مقابلها اسمه سكند انتركوستال سبيس. تمام. احنا قلنا النورمال سايت وين؟ بالفيفث انتركوستال سبيس. فايش راح اسوي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بالفيفث انتركوستال سبيس عند الكلافيكال في ميد كلافيكال اللي لقيت هاي الابكس بيت هنا. إذا هذا النورمال سايت أبدي أتحسسها أسوي لوكلايزيشن. زين أنا من أبحث الابكس بيت شو ألقى بيها؟ لازم ألقى النورمال سايت لوكلايزيشن. وشو ألقى وياها؟ ألقى وياها الكاركتر. يقول لك الكاركتر شورت أند شارب. بس هاي ما تفيدكم شيء. يفيدكم إن تقولون للدكتور نورمال وداوت سبيسيفيك كاركتر. يعني ما لها فتشي او خاصية معينة، ما لها فتشي معين اقدر اعرف هاي نورمال لو لا. لكن شنو هو؟ اكو فد ابكس بيت تكون اب نورمال او كاركتر تكون اب نورمال. تعرف الاب نورمال، تعرف الاب نورمال العكسين كله نورمال بس تعرف الاب نورمال. هسه راح نجي نعرف شنو الاب نورمال. يقولك اف في كان نوت في لايت شنو نسوي؟ نخلي البشي تدور لهاي الجهة. نقول له عم افتر شوية. من راح يفتر شوية راح تبدي الهارت تقرب للتشيس فراح تبدي تحس الابكس بيت. زين هسه هذا نفس الشيء نفس الشرح بالضبط. عندك الابنورمالتيز مال الكاركتر. احنا قلنا انه نعرف الابنورمال عكسها كله نورمال. تكون لو فورسفول سستين فورسفول انسستين لو تابينج. طبعا نورمال ابيكس بيت فورمد باي ذا تيب اوف ذا ليت فنتريكل قلناها. شنو معناها؟ اول شيء راح نجي ناخذ التابينج. التابينج يا طلاب كالاتي. شوفوا صار عندي مايترال فالف ستينوسس. تمام. المايترال فالف من صار بي ستينوسس ما راح يقوم الليفت فنتركل يستلم دم من اللانج. تمام. من راح الليفت فنتركل ما يستلم دم من اللانج الدم راح يرجع لللانج. زين الدم راح يرجع لللانج اللانج راح يصير بيها ايديما وكونجستين. كونجستين زادا ايديما. زين يجي الرايت فنتركل جاي يجي دم من الجسم بس ما جاي يقدر يدفع وين؟ لللانج. ليش؟ لان صار اللانج بيها ايديما وكونجستين فتقاوم. شو يسوي الرايت فنتركل؟ عمود يعوض يسوي ميكانيزم نسميه كومبنساتوري ميكانيزم. شو يسوي؟ يسوي هايبرتروفي. زين هايبرتروفي كبرت عضلة مين؟ كبرت عضلة الرايت فنتركل. زين احنا اذا تتذكرون بالاي سي جي من اخذنا قلنا الرايت فنتركل شو يسوي لي؟ يسوي لي انتيريور سيرفيس. الليف فنتركل شو يسوي لي؟ يسوي لي بوستيريور سيرفيس. يعني المفروض هاي الجهة هذا يكون بالبوستيريور هذا يكون بالانتيريور. والابكس بيت شوفوا لي اياها الابكس
الابكس هاي تكون ظاهره بالجهاز الانترنت. ليش؟ الرايت فنتريك عضلته صغيره. زين بالهايبرتروفي الرايت فنتريك راح يتغلب، تكون عضلته تكون كبيره. زين من راح يكبر شو راح يسوي؟ راح يدفع الليد فنتريكال نوب للبوستيريال، بالبوستيريال راح يدفع الليد فنتريكال نوب. زين شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بسبب الميترال ستينوسيس صار عندي رايت فنتريكال هايبرتروفي، وسبب الرايت فنتريكال هايبرتروفي صار عندي انه الابكس بيت رجعت لي ورا، فما راح احس بالابكس بيت. لكن الابكس بيت من يصير عندي الليت فنتريكال كونتراكشن راح يسوي؟ راح تقوم تضرب على جهات العضله هاي، تقوم تضرب على هاي العضله تنطي راديشن، فراح احس انه مثل السطح جاي ينضرب. سيرفيس يسمونه سيرفيس. احنا قبل شن حسها؟ نحسها باصابعنا بوينتد قبل، فقط هاي البوينت انا احسها. من صار عندي رايت فنتريكل هايبرتروفي راح احس؟ راح احس هاي كلها ضربه، كلها تنضرب، فحس سيرفيس ما احس لوكاليزيشن. مو تقول انه فقط يعني نقطه واحده تنبض، لا، وانما كله جاي ينبض، كله جاي ينطيني ابيكس بيت. فهو هذا معناها بالنسبه لذا وين بالبورتر هايبرتنشن، لا عفوا مو البورتر، بالبولمناري هايبرتنشن، بولمناري هايبرتنشن، البولمونري هايبرتنشن. ايش راح يصير عندي؟ كالاتي، انه احنا عندنا هنا مضيق هذا الفالف. زين من مضيق هذا الفالف او البولمونري ارتري صار بي كونستركشن وتضيق، همات هنا يقوم ما يقدر يدفع الرايت فنتريكل، ما يقدر يدفع، راح يصير بي يتضخم اكثر. من يتضخم اكثر راح ينطينا شنو هو هذا؟ التابينج سنسيشن، اللي هو عباره عن مطرقه على باب، كل الباب راح يصير بي، كل هاي الجزء كله راح يصير بي مكان مع نقطة واحدة اللي هي الأبكس بيت فقط. هاي بالنسبة للملاحظة الأولى. احنا عندنا بقية الدكاترة، هذا حكي مع الدكتور سامي، بقية الدكاترة شو يقولون؟ يقول مو عندك مايترال فالف ستينوسيس. زين ما دام عندك مايترال فالف ستينوسيس يعني شنو هو؟ احنا قبل من يجينا الأسوان؟ الأسوان يجينا من يمتل الليفت فنتركل والرايت فنتركل، رايت فنتركل اي بالضبط، يمتلون بالدم. شو راح يصير عندنا؟ راح الدم هنا يمتل بهاي المنطقة وبهاي المنطقة، فذولي منا هذا الفالب ومنا هذول الليفلت مالاته. احنا الدم من انتله راح شو يسوي؟ راح يرفع لي دول الليفلت، يرفعهم، فمن يصير عندي كونتراكشن راح ينطيني صوت عادي طبيعي، صوت طبيعي، تمام؟ صوت طبيعي راح ينطيني اياه. زين منا نفس الحاله، الدم راح يرفع لي الليفلت، فراح يكون عندي مسافه حيل صغيره بيناتهم، من انا اسوي كونتراكشن راح يسدون بسهوله وينطوني صوت طبيعي. زين اذا كان عندي مايترال فالف ستينوسس، انتبه علي، مايترال فالف صار بي ستينوسس، ستينوسس معناها تضيق منه، معناها انه الدم ما جاي ينزل لي جوا، ماكو دم، معناها انه الدم ما رفع لي الليفلت، الدم ما رفع، فبقوا مفتوحين بهذه الفتحه. من صار عندي كونتراكشن راح يكون مسافات بعيده، في الكونتراكشن راح يطبقهم بسرعه، راح ينطيني صوت اعلى. شلون البابين اذا متباعدات عن بعضهم تطبقهم بسرعه ينطيك صوت عالي، اذا تطبقهم اذا هم مثلا مسافه قليله تطبقهم لا ينطيك صوت واطي، فيسمونه شنو؟ بالببل اسوان. احنا الاسوان هو كلوجر اوف ذا مايترال اند تراكاسبيد، فيقول لك بالببل اسوان. ليش؟ لان الاسوان صار بصوت عالي، حسيته أنا بإيدي عن طريق شنو؟ عن طريق التابينج من خلال المايترال فالف ستينوسيس. يا طلاب أنا عندي كالآتي، إنه الأسوان يتكون من كلوجر أوف ذا مايترال أند تراكاسبيد، تمام؟ زين شو يصير عندي بالمايترال تراكاسبيد من يسدون؟ الدم أول شي نزل من الرايت أتريوم والليفت أتريوم، صار وين؟ صار بالفنتريكلز هنا وهنا. زين احنا الصمام يتكون من هاي الحلقه ويتكون من هذول الليفلت. احنا بحاله طبيعيه الدم راح يصعد بهاي الليفت وهذا بهذا الليفت وهذا الرايت، يصعد الدم راح شو يسوي؟ يسد لي ذول الفالبات، يعني يسد يرفع الليفلت وياه. زين الليفلت راح يرتفعون، ليش؟ لان دم عالي راح يرفعهم. من اسوي كونتراكشن تكون المسافه مالتهم حيل قريبه، بالتالي ما دام مسافتهم حيل قريبه راح يسدون بصوت واطي، ما أحس يعني أحسه أسوان. هذا نفس الحالة أسوان راح ينسدون صوت واطي، أسوان وصوت طبيعي ما بيكون مشكلة. من يكون عندك مايترال فالف ستينوسس، مايترال فالف ستينوسس هنا مضيق الفالف ما يعبر دم، معناها إنه الدم ما راح يرفع لا هاي الليفلت ولا هاي، ما راح يرفعهم، راح يظلون متباعدين. من يصير عندي كونتراكشن راح يصير عندي انسداد حيل قوي، هذا انسداد حيل قوي ينطيني صوت أسميه أسوان. بس شنو هو؟ بالبابل، احسه بايدي بسبب قوة هذا الصوت. فهو يقول لك التابينج هو عبارة عن بالبابل اسوان، هاي بقية الدكاترة يقولها، واثنين مكتوبين عندكم.
هسه شنو عندي؟ هسه عندي بعد ما كملنا التابينج عندك الفورسفول اند سستيند والفورسفول اند سستيند. فورسفول سستيند والفورسفول اند سستيند. هنا فورسفول معناها قوية، تكون قوية وترفع ايدك ويا ترد تنزلها. وين تصير؟ تصير من يكون عندك ضغط حيل عالي بالفنتركل. شوف بالليفت فنتركل، من الليفت فنتركل تدفع دم هذا المايترال هنا هذا الايورتا. من يكون عندك الايورتا مضيق الليفت فنتركل شو يسوي؟ يسوي كونتراكشن حيل قوي، يزيد الكونتراكتلتي. ما يزيد الكونتراكتلتي راح يضرب حتى ايدك، يعني حتى ايدك تقوم تحسه وتبتعد. فشي يصير عندك؟ يصير عندك بسبب الضغط هذا اللي بالايورتا اللي تنتقل على مود يتغلب على اللازم، ولا الضغط اعلى من عنده على مود يدفع الدم من خلاله. فراح شي يسوي؟ يضغط حيل ضغط حيل قوي. فراح شي يسوي؟ راح تحسه بايدك وايدك ترفع وياه، لكن ما تطول، يعني ما تطول بسرعه اجزاء من الثانيه وترجع طبيعيه. هنا انه ترتفع ايدك، ترتفع ايدك تظل شويه ما تطول. زين هاي بالايورتك ستينوسيس والهايبرتنشن، يكون الايورتا مضيق. زين عندك يسموها بريشر اوفر لود، بيكون بريشر حيل عالي، يعني الافتر لود حيل عالي. زين وراها عندك فورسفول ان سستيند. فورسفول ان سستيند كالاتي يصير، من يكون عندك دم هوايه من هذا المايترال، من يكون عندك دم هوايه بال فنتريكل ليد فنتريكل راح يدفع، يحتاج الى قوه. ما راح يدفع، يحتاج الى قوه، راح بسرعه يدفعه ويخلص معنا. بس يدفع اول شوي اول شويه هاي راح يندفع بقيه الدم. عكسي هنا لازم تتغلب على الضغط لحد الاخير. فهنا شو يصير عندك؟ يصير عندك بالفوليوم اوفرلود ترتفع ايدك شويه وترجع، ما تطول، يعني اقل من هاي الفتره بسرعه ويا الليفت فنتركل. هاي تلقاها بالمايترال ريجيرز، من المايترال فالف يقوم يرجع. ايضا تلقاها بالايورتيك ريجيرز، بالهايبر دايناميك سيركيليشن، بالبي اس دي، وراح نشرحهم ان شاء الله كل من بالديزيز ماله. هسه عندك الابنورمال فايندينجز اوف ذا ابكس بيت، ممكن يكون امبالبابل ما احسها، خصوصا اذا كان اوفر ويت، اذا كان ماسكولار بيبل، يعني عضلاته هواية، تكون الابكس مبتعده عن التشيست، الاوفر ويت الابكس مبتعده عن التشيست. البيشنت اذا كان عنده اسمه بالاسمه وعندك الانفيزيما، اللانج تكون كبيره، فش يسوي؟ التشيست يبتعد عن الهارت، فبالتالي ما راح تقدر تحسها. ممكن تكون displaced inferiorly and laterally. هاي وين؟ هي المفروض بالفيفث intercostal space، لكن إذا نازلة، إذا نازلة معناها شنو؟ معناها أن الليد فنتركل نزل جوا، يعني صار بي dilatation، فالأبكس نزلت وياه، فتكون الليد فنتركل dilatation. أور myocardial infarction MI، أما تين الليد فنتركل راح ينزل جوا، يا أما الأيورتيك ستينوسيس، يا أما severe hypertension. الأيورتيك ستينوسيس هم راح أسويك hypertrophy. سيفير هايبرتنشن نفس الايورتيك ستينوسيس هايبرتروفي، والهارت راح يبتعد عنك عن التشيست فتنزل جوا، ممكن وممكن تصعد فوق. دايليتد كارديومايوباثي والتشيست ديفورميتي. زين عندك الهيف، هسه راح نجي ناخذهم، والثرول هم راح نجي ناخذهم. ثرول هسه شنو معنى ثرول؟ ثرول تتذكرون احنا عندنا من هذا الفالف اسمه مايترال فالف، نشرح على واحد والبقية نفس الحالة. ومناش عندك هذا المايترال فالف، ومنا عندك هذا الايورتيك فالف. شلون صار؟ صار هذا شكله. اذا هذا ايورتا، هذا مايترال فالف، تمام. شنو عندنا؟ عندنا الدم المفروض ينزل بهاي الجهة وما يرجع، ينزل بهاي الجهة وما يرجع. وعندنا الدم المفروض يطلع بهاي الجهة وما يرجع، يعني الصمام باتجاه واحد. زين اذا صارت عندك، اذا صارت عندك الفالف صار بيه ريجيرج، ريجيرج شو معنى ريجيرج؟ يعني يقوم يرجع، يقوم يرجع دم. من يقوم يرجع دم اذا تشوفون انا راح اقوم ارجع بهاي الجهه بالعكس، فشنو راح يطخ عندي الدم بهاي الجهه وهاي الجهه بالليفلت، ويطخ بالصمام نفسه، فيعطيني ضربات او يعطيني اصوات غير منتظمه ناتجه عن تيربلانس اوف بلاد فلو، تضارب الدم. الدم راح يقوم يتضارب وياه من ويا الفالف، يعني مو طريقه صحيحه، الطريق مو صحيح، فيقوم يتضارب، يضرب ويا الفالف، ينطيك تربلنس اوف بلاد فلو. هاي اسميها ميرمار، او منا بهاي الجهه المفروض يرجع الدم بهاي الجهه، المفروض يروح بهاي الجهه وما يرجع. اذا رجع من الايورتي رجع، هم صار عندك ايورتيك ريجيرج، راح ينطيك ميرمار. اذا الميرمار شنو هي؟ الميرمار هي تربلنس اوف بلاد فلو، من البلاد يقوم يرجع او يمشي عكس اتجاهه،
يمشي عكس اتجاهها، او الحاله الثانيه. هسه الحاله الاولى فهمناها رجير، الحاله الثانيه لا بالعكس. شلون يعني؟ يعني المفروض انه انا عندي هذا الفالف وهذا الفالف، هذا المايترال وهذا الايورتا. المفروض المايترال ضاب بالسيستول، الدم يندفع بهاي الجهه، وهذا الفالف مسدود. او مو هيك، لا عفوا، ايش عندي؟ خلي اشرحها بالتفصيل احسن. ايش عندي؟ عندي منها هذا فالف، ومنها عندي هذا فالف. اذا المفروض الدم ينزل بهاي الجهه والدم يطلع بهاي الجهه، اذا صار عندك كالاتي انه هذا الفالف صار بيه تضيق، الفالف صار بيه تضيق، منها ضيق ومنها صار عندك تضيق، الدم راح يقوم يضرب بالفالف لانه ضيق، يقوم يضرب بالفالف لانه ضيق. ايش راح يعطيك؟ راح يعطيك صوت. هذا الصوت ناتج عن ضربه الدم وين؟ بالفالف، لان الفالف صار بيه تضيق. شو اسميها؟ اسميها ميرمر. اذا الميرمر يا اما الفالف مضيق، يا اما الفالف مفتوح وصار بيه ترجيع. تمام؟ يعني يا اما الفالف صار بيه تضيق، يا اما الفالف صار بيه ترجيع، اسميها ميرمر. زين، اذا كان الفالف حيل مضيق، او اذا كان الفالف حيل يرجع، راح يعطيك صوت حيل عالي لدرجه انه تحسه بايدك. شو تسميها هاي؟ اسميها بالبابول ميرمر، يعني حسيتها بايدك بسبب هذا الصوت، تحس مثل الخركشه بايدك جوا ايدك ما تخليها على الهارت. فشو اسميها؟ اسميها ميرمر، بالبابول ميرمر. قالوا بدل ما نقول بالبابول ميرمر شو نسميها؟ اسميها ثرول. ثرول مثل الفايبريشن، ناتج عن شنو؟ عن حركه الميرمر اذا تكون حيل عاليه، يسموها مير سبيسيفيك عن هاي جريد ميرمر. احنا لنا الميرمر من 1 لـ6، هاي تكون 4 جريد. طبعا سيفيرتي تكون سيفير ميرمر. طبعا ثرول نيفر راديشن، ثرول ما بي راديشن غير مكان مثلا للكاروتيد او للاكزيلا، لكن هذا الميرمر تكون بها راديشن. عندك الثرول الويز باثولوجي، لان هو حسيت الميرمر تكون حيل قويه. اما الميرما شو تكون؟ تكون maybe pathological maybe physiology. physiology راح نلقاها بالبرجنسي وراح نشرحها ان شاء الله. فهسه عندنا يا طلاب احضر الاصوات مالت الهارت وشون شرحتها اني، على مود ما تنسون شيء. عندكم الميرما maybe pathology maybe physiology، انا شرحت فيديو مال الميرما، ضروري تحضروه قبل ما تشوفون هذا الشيء. هسه كملنا ال vibration palpable murmur. طبعا the most common thrill is that aortic stenosis which may be palpable at the apex at the lower sternum or the neck. هاي مهمة، انه اذا كان عندك الايورتا صار بي ستينوسس، فالدم راح يقوم يضرب من left ventricle، left ventricle يقوم يدفع الدم، لكن شنو عندك قدامه؟ ستينوسس، فراح ينطيك صوت. ليش؟ لان الدم جاي يضرب بالفالف. ايش اسميها؟ اسميها ميرمر. هسه خلصنا منه. Thrill caused by ventricular septal defect VSD is best felt at the left and right sternal edge. Diastolic thrill are very rare. شنو معناها؟ احنا عندنا الميرمال تكون diastolic وسيستولك، ضروري تحضرون الفيديو. اذا المشكله بالسيستول اسميها سيستوليك ميرمر، اذا المشكله بالديستول اسميها ديستوليك ميرمر. هذول كلهم شارحهم بالتفصيل، فتحضرون الفيديو تجون على هذا الموضوع. هسه بعدها الاكزام اوف ذا ثرول، تخلي ايدك مثل ما قلنا والله اريا اوف بريكارديوم ارياس باي بالم، كل ايدي اخلي هنا بهاي الجهه، اخلي هاي الجهه، اخلي هاي الجهه، وابدي احس بها. طبعا احس بهاي المنطقه مالت البالم. بقى شنو عندنا؟ بقى عندنا الهيف. الهيب هي palpable impulse that noticeably lift your hand. شنو معناها؟ احنا عندنا هاي المنطقة تفحص بيها، تخلي ايدك هيك بهذا الشكل. فمن تخلي ايدك بهاي الشكل شو راح يصير عندك؟ المفروض ما ترتفع. اذا ارتفعت او الريست ارتفع، تخلي طبعا العكس لازم يكون، اللي هو القلب يكون بزاوية 90 وتنزل ويا مستوى الجسم على ما تولى الضغط. على ما تولى الضغط، لما تولى الضغط باعتبار انت ضغط عليه، فتخلي شلون بس ايدك وما تولى الضغط. فاذا ارتفعت ايدك معناها شنو عندك؟ معناها عندك هيف. منين جاتك الهيف؟ اذا صار عندك رايت فنتركل هايبرتروفي، رايت فنتركل راح يقوم يدفع ايدك يرفعها فوق ما يصير كونتراكشن، فبالتالي راح يصير عندك هاي المشكلة. اذا قلب المريض يحرك عكس الطبيب يعني هيف، يعني شنو؟ يعني يدفع ايدك شوية لفوق.
او يحرك ايدك مره ممكن بس اللي قلبه يتحرك، هاي اسميها هيف. هسه عندنا الاسكلتيشن.